واحد بيقول كيف تخرج الروح من جسد؟ هل يكون هناك صراع بين الملائكة والشياطين على أخذ الروح؟ لما تكون روح بره ما يستطيعش الأشرار يقتربوا إليه، الشياطين يعني، الملائكة بتاخدهم. لم يقل الكتاب إن الملائكة لما حملت روح لعازر الشياطين تصارعوا معه؟ واحد يقول سمعنا في عزة في 40 أحد الآباء كان وتكلم الأسقف عن تجوال الروح مع الملائكة لترى وتتعرف على القديسين الأبرار في السماء. ما أعرفش، ما أقدرش أحكم على الكلام، لازم أعرفه. لكن أنا فاكر إن في جناز المتنيح الأنبا باسيليوس مطران القدس السابق أحد الأسقف طلع وقال إنه بدأ أنبا باسيليوس رحلة الأربعين السعيدة. ما كانش في مجال نتناقش في الجناز يعني.